السلام عليكم. بدات وقت اللايف باسكو لي طرد سينيال دونك جي شونجي لورير دو مون لايف بوتيت كو ذوبه ما يدخلش وما يقطعش اللايف باسكو البارح درت كنت موالف ندير نص ساعه او ندير دي ديبا مي درت 8 مينوت باسكو لايف تقطع من كثرة السينيال دونك il faut liker il faut partager هذا هو كيفاش يمشي فيسبوك باش ما يقطعناش اللايف دونك on attend les participants on commence le live on commence une discussion politique donc il faut poser des questions on continue notre combat notre lutte politique pacifique pour la concrétisation de nos revendications politiques et légitime اللي هي دولة القانون ودولة المساواة. دونك اليوم جيسي دو ديفلوبي كيسيون اللي طرحوها عليا بزاف هي الانتخابات. واحد يقول لك اسك تدخل الانتخابات او دير المقاطعة و كيلك شوز كوم سا. جو با دي زيليكسيون اليوم. لي زيليكسيون يا جماعة سي ان دروا سيفيك اي كونستيسيونيل. هو واجب وطني وحق دستوري. ولا الاجناس كما في امريكا دائما دي موديل تاع امريكا الناس مانيفيستاش باش يكون عندهم حق الانتخاب منها السود الامريكي الامريكيين كانوا ما ينتخبوش داروا دي مانيفيستاسيون داروا دي مانيفيستاسيون باش يولوا عندهم حق الانتخاب وهذا هو اللي يكون الوطن باش يكون عندك وطن لازم يكون عندك حق الانتخاب باسكو بزاف اللي ما يفرقوش بين الشعب والوطن او الوطنيين كاين ديفيرونس اونتر ان بوبل اي لي سيتويان السيتويان هما الوطنيين اللي ينظروا على الحقوق نتاعهم اللي ينظروا على بلادهم اللي ينظروا على حق الانتخاب حق الانتخاب منها كما قلت هذا هو الوطن باش يكون عندك وطن وباش تحس روحك باللي مواطن لازم يكون عندك حقوق دستوريه تطبق على الميدان وكما قلت ويكونوا عندك الواجبات وهذا الانتخاب من الواجبات لازم نفوتيو اما الشعب هو ناس ساكنين في ارض الجزائر كاين لي سابوتور كاين اللي دايرينها دايرين البلاد الا للنهب ودايرين البلاد الا يستغلوا البلاد هذو اسمهم لا بوبولاسيون الشعب اما الوطنيين هما كما قلت اللي يخدموا البلاد اللي يغيروا على البلاد اللي يدافعوا على البلاد اللي ينظروا على البلاد هذا هما الوطنيين سي سا سو كون ابيل لا ديفيرونس اونتر ان بوبل اي لي سيتويان سيتويان راهم هنا بور ترافاي البلاد باش يدافعوا القوانين تاعها الدستور تاعها على كما قلت امور كبيره يديروا سياسه يمارسوا سياسه اما لا بوبولاسيون اللي لا الفي سور لا تير الجيريان يبروفيتي ولا يدو الخيرات نتاعهم دونك الفوت لازم نفوتيو لكن كما قلت لازم بقوانين انتخابيه اللي تضمن الصوت نتاع المواطن ورانا نشوفوا السيستم او النظام هذا ما راهش عنده نيه باش نروحوا للانتخابات اللي رانا نظلوا عليها اللي هي انتخابات حره بميكانيزمات قانونية اللي تضمن صوت نتاع المواطن هو بروبليم المشكل وراه حنا نظروا ولازم نظروا على الوطنيين جو بار او سيتويان جو بار با او بوبل يعني درت فرق بين ان سيتويان وشعبي انا جو في ابل او ندير نداء للوطنيين باش ينظروا باش يكون عندنا قوانين انتخابيه تضمننا باللي الانتخابات يكونوا حره ما تكونش مزوره ما تكونش لصالح النظام القائم في الجزائر ودرت وقلت تكلمت كاين فرق بين الدوله الجزائريه والنظام اللي سير مؤسسات الدوله الجزائريه سي سا نوتر اوبجيكتيف الفو كون لوت بور اسيوري دي بون ريزولتا دو سكريتان لازم نظروا باش نضمنوا نتائج صحيحه ماشي مزوره للانتخابات كي يعني يكونوا الاسباب كما نقطعوا لياس كما يقولوا هذه هضره اخرى تقدر نقدروا نناديو للبويكوت ولا للامتناع باسكو النظام ما لباش المطالب نتاعنا مي دونك لازم نظلوا باش تبدل
قوانين الانتخابات، لان الانتخابات هنا في الجزائر مسيره من اداره نتاع النظام الحاكم، دونك ريزلتا ايكوني الافونس. هشام حميده واللعب حميده بالقوانين اللي راهي هنا باش ننتخبوا قوانين لصالح النظام او لصالح المرشح نتاع النظام. دونك لازم ننظروا ها فو بوجي، باسكو كاع المعطيات اللي عندنا النظام هذا رايح في الاستمراريه كما يقولوا، يعني كان راكب مدير الموندا الاولى كي بوتفليقه الموندا الاولى دوزيام سانكيام سي لا كونتينيتي دو بوفوار بار ان شوا دو بريزيدون من البوفوار ديريجي بار لادمينستراسيون. لي زيليكسيون هنا في الجزائر ديريجي بار لادمينستراسيون دو بوفوار اون فافور دو كيما قلت المرشح نتاع البوفوار، تادي القوانين نتاع الانتخابات. هنا الهيئه الانتخابيه من عندهم لادمينستراسيون اللي تكونترولي من عندهم النتائج في يد في يدهم في الاداره نتاعهم. دونك سيتادير دي لو دوبي لي ريزولتا لي ريزولتا سون كونو، يعني نعرفوا النتائج. وانا نقولها لكم فوق، يعني الى بقينا بالنظام هذا وما نظرناش باش ونضغطوا بالنظام السياسي نتاعنا باش نروحوا لقوانين انتخابيه حره وقوانين تضمن صوت المواطن، رايحين يعني نكملوا بنفس النظام وبنفس المرشح نتاع النظام، لان كما قلت لادمينستراسيون او الاداره تاع الانتخابات او اللي كي اورغانيز لي زيليكسيون، لادمينستراسيون كي اورغانيز لي زيليكسيون هما سي لادمينستراسيون دو بوفوار اون بلاس او دو بوفوار اكتويال كي ديريج لي انستيتيسيون دو ليتا الجزائريان. هذا هو المشكل تاعنا، ماشي مشكل قال انا دوك نقول جو بويكوت هكذاك، قال ما نروحش للانتخابات. لازم ننظم، لازم ما يكونش مبرر. لازم ننظم ولي زيليكسيون ما بقى لهمش، لازم الوطنيين ونتكلم على الوطنيين اللي يبغوا البلاد، اللي ينظروا على البلاد، اللي ينظروا على الدستور، اللي ينظروا على القوانين، اللي ينظروا على دولة القانون باش يتحركوا. وكما قلت نضغط على نضغطوا على النظام الحاكم في الجزائر باش نروحوا القوانين اللي تضمن صوت المواطن، قوانين اللي فيها حريات الانتخاب، قوانين اللي تمد كل الحقوق للجزائريين باش يترشحوا وباش يعني كما قلت الريزلتا هو اللي يفصل، الصندوق هو اللي يفصل بكل شفافيه بكل القوانين اللي كما قلت تحمي كاع المترشحين. هذا هو ستادير لوبجيكتيف نتاعنا. فو كونتيني ا كومبارت، لازم نحضروا سينو والله غنبقاو نزيدوا خمس سنين بنفس السيستم، باسكو كاع المعطيات السياسيه اللي راهم عندنا تبين او توضح باللي النظام هذا رايح في الاستمراريه. وانا نشوفوا هذو اليامات بداو ابواق او الاحزاب اللي دارينها كيما لي زيسلاميست، حتى نشوف التواصل الاجتماعي خرج لنا واحد وقلت هذو يتخباو يبرناو راهم يروحوا ليبرناسيون 5 اون، وكي يلحقوا الانتخابات يبداو يبانوا ما عندهمش ثقل سياسي او شعبي. يعني نشوفوا لي زيسلاميست اللي في البوفوار ما سيتيش لو نون، ما عندهمش مؤيدين، ما عندهمش مؤيدين، ولكن يعطيهم الفرصة في التواصل الاجتماعي باش يتكلموا، وبداوا يتكلموا لأن الانتخابات على الأبواب. رانا قريب الانتخابات وما كانش تغيير للقوانين، ما كانش بوادر اللي تبين باللي النظام هذا رايح لانتخابات حرة. دونك سي تانو دون لوبوزيسيون باش اون لوت pour avoir des lois qui garantissent les scrutins, des lois qui garantissent une libre vote, un libre vote, un libre vote. C'est ça, parce que la zone ne peut pas être normale. On voulait juste bloquer les deux boulons, mais on ne peut plus les intercaper. Parce que le problème, c'est que même si nous sommes ما ندخلوش الانتخابات بلا ما نديرو والو. الفوق لازم نظرو، لازم نظرو باش نتحصلوا على قوانين كيفاش الفوت او الانتخاب يروح حر. دونك بور سولا il faut s'organiser pour que ce le temps où دائما نتكلم على لوبوزيسيون بوليتيك متمثله في الحراك، دائما نمثلوها في الحماك مالغري كو حنا نظلم 62 بزاف الثورات اللي درناهم. لكن في المومو هذا نسموه في الحراك il faut que les acteurs politiques du حراك s'organisent، ننظموا روحنا اي كريي اون فورس بوليتيك سور لو تيران et faire pression sur le pouvoir actuel de changer les lois ou d'aller vers des lois qui assurent un bon scrutin.
هذا هو استدير كيفاش 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 نشوف بالنسبه للانتخابات. ما نقدرش دوك نقول ما ننتخبوش وقاعد براكروازي قاعد هكذا ونقول ما ننتخبوش، ماشي في صالح الشعب، ماشي في صالح التغيير، ماشي في صالح المشروع تاعنا اللي هو رانا نضلوا للدوله الديمقراطيه لا تنونس دي بوفوار، وتكلمنا حريه التعبير، وتكلمنا المشروع هذا المشروع الديمقراطي نتاعنا اللي رانا نهضروا عليه، ماشي نبقى دوك هنا ونقول انايا نبدا ندير نداء ما تروحوش للفوت، لا نبقاو نهضروا كيما قلت لازم نهضروا باش نغيروا القوانين، باش نروحوا القوانين اللي تضمن الانتخابات، لان كيما قلت القوانين كاع دوك او لو مود سكروتان او كيما قلت نوع الانتخابات هنا في الجزائر يضمن المترشح نتاع النظام الحاكم في البلاد بالقوانين، لان الانتخابات مسيره من الاداره والاداره تابعه للحكومه او النظام اللي راه يحكم في البلاد، منها الولايات منها مجالس الولائيه، يعني الاداره اللي راهي تسير الانتخابات تابعه للحكومه تاع النظام اللي راه يحكم في البلاد. دونك الريزلتا يكون افونس كيما قلت رشام حميده واللاعب حميده، دونك الفول يا جماعه لازم نتكلموا، لازم نناظروا، لازم كيما قلت نديروا قوه سياسيه في الميدان باش نضغطوا سياسيا على نظام باش يتغير او يتنازل او يدير قوانين يليبيري الامور باش نروحوا للانتخابات حره وندخلوا بالممثل نتاعنا اللي كيما قلت لازم نضمروا روحنا ونخيروا ناس اللي تقود مطالب الشعب في المعارضه السياسيه، في المعارضه السياسيه اللي قلت باللي دوك ما راهيش مهيكله ما راهيش باينه، لان كما قلت ما عطاوناش الوقت لان النظام راح للقمع ما راحش للانفتاح السياسي، ما فتحش المساحات السياسيه للمعارضه على هذا الاساس اللي كاين بزاف اللي يقول لك ما كاينش معارضه، كاينه معارضه لكن معارضه مهمشه، معارضه النظام ماشي قبلها، لان النظام العقليه تاعو ما حبش تبدل او الثقافه تاعو ما حبش تبدل باللي كاينه معارضه سياسيه في الجزائر، لابد يقبل التعدول على السلطه، لابد يقبل اللعبه الديمقراطيه اللي هي كما قلت انتخابات حره ولو شوا او الاختيار يكون للشعب، والصندوق هو اللي يفصل بالاغلبيه اللي دا الاغلبيه هو اللي يحكم في البلاد او اللي داو الاغلبيه هما اللي يحكموا في البلاد، و كما قلت كاين فيها تداول على السلطه، هذا هو رايي في الانتخابات، لازم نروحوا للانتخابات، لكن كما قلت لازم نظروا، لازم نظروا، لان كما عاود نتكلم ونقول باللي قوانين او الانتخابات هنا في الجزائر مسيره من الاداره الحاكمه، الاداره تاع النظام الحاكم والحكومه الحاكمه، دونك من المستحيل باش يخليو مرشح واحد اخر يفوز بالانتخابات، رايحين يعني المرشح اللي يرشحوه هما او يرشحوه النظام الحاكم في الجزائر. هذا هو صدر واش حبيت نقول، الا كاين دي كيسيون جو ريبون. دي كيسيون بارطاجيو اللي عندو لي جروب. دونك نعاود اون ريزومي، قلت بلي فير ابل او بويكوت دي سكريتان ولا دي زيليكسيون، يعني واحد يدير نداء باش مقاطعة الانتخابات، يعني حنا نعرقلو نعرقلو النضال نتاع، لازم نهضرو ما نبقاوش كل ما يلحقوا للانتخابات ما نديرو ما نروحوش الانتخابات بلا ما نهضرو، حنا عندنا مشكل في القانون الانتخابات او في لو مود سكريتان، يعني يروح جهة المرشح او المرشحين نتاع النظام، دونك لازم نظروا باش نتحصلوا على قانون صحيح
وباش يعني نقدروا فرحنا كالمعارضة نقدروا ندخلوا بمرشح اللي يعني نخيروه، وهذا نتكلم عليه كيفاش يتخير وكيفاش الاخر. دونك هذا هو واش حبيت نقول. اليوم الانتخابات واجب وطني، واجب دستوري، سيت ان دروا سيفيك، سيت ان دروا كونستيتيسيونيل. الناس حبت باش يفوتيو، لكن كما قلت لازم ننظروا باش يكون عندنا مود سكريتان فيابل، مود سكريتان جوست كي دون دروا ا تو الجيريان داتر ايلو بشفافيه بدون تزوير. بارطاجيو لا فيديو. السلام عليكم.